بعد كتابة المعادلة 6x تربيع زائد 3 يساوي 2x ناقص 6 بالشكل النموذجي وحدد A و B و C. إذن الشكل النموذجي للمعادلة التربيعية هو AX تربيع زائد BX زائد C يساوي 0. لذا ما سنفعله هو أن نتخلص من جميع العبارات على الجانب الأيسر ومن ثم نكتبهم. إذن لدينا عبارات X بحيث تكون بالترتيب التنازلي. إذن لدينا عبارة X تربيع ثم عبارة X ومن ثم لدينا الثابت. لذا دعونا نحاول أن نفعل هذا هنا. دعوني أعيد كتابة المعادلة الأصلية 6X تربيع زائد 3 يساوي 2X ناقص 6. إذن سنتخلص من كل شيء موجود على الجانب الأيسر. فيمكنني أن أطرح 2X من كلا الطرفين يمكنني أن أطرح 2X. لذا دعوني سأتخذ هذه الخطوة. بإمكاني أن أطرح 2X من الطرفين وسوف أحصل على وسأكتب أس X بالترتيب التنازلي. إذن الأس الأعلى هو X تربيع لذا سأكتبه أولا 6X تربيع يليه سالب 2X ثم لدينا زائد 3 يساوي يتم حذف الاثنان إكس من الجانب الأيمن يساوي سالب 6. والآن حتى نتخلص من سالب 6 من الجانب الأيمن يمكننا أن نضيف 6 لكلا الطرفين. لذا دعونا نضيف 6 لكلا الطرفين ومن ثم فإنها ستبسط إلى 6 إكس تربيع ناقص 2 إكس زائد 9 يساوي 0. دعونا نتأكد من أننا حصلنا على الشكل النموذجي. جميع العبارات أي العبارات غير الصفرية الموجودة على الجانب الأيسر قد انتهينا منها. لدينا صفر على الجانب الأيمن ولقد انتهينا من ذلك. ولدينا عبارة X تربيع أولا تليها عبارة X قوة واحدة ثم الثابت X تربيع ثم X قوة واحدة ثم الثابت. إذن لقد حصلنا على الشكل النموذجي ولذلك يمكننا أن نقول أن A تساوي 6 ويمكن أن نقول أن B وهذا مفتاح أنه ليس عبارة عن 2 فقط بل سالب 2. B تساوي سالب 2 لأنه لاحظوا أن هذا BX لكن هنا لدينا سالب 2X. لذا فإن B هنا تساوي سالب 2 B تساوي سالب 2 ومن ثم C تساوي 9.